تشكل السياحة الصحراوية عامل جذب مهم للسياحة، لذلك حرصت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق على توفير وجهة سياحية تراثية بيئية شاملة تمثلت بواحة البداير التي تعكس الإرث التاريخي لإمارة الشارقة. في قلب صحراء البداير وبين عبق التراث الأصيل يقع منتجع واحة البداير، أول مشروع سياحي من نوعه في دولة الإمارات، متفرداً بتصاميمه المستوحاة من التراث الإماراتي الأصيل. نلاحظ ان تصميم المشروع عاطلنا كانك انت في واحه في وسط الصحراء، منطقه البداير معروفه بالكثبان الرمليه الكبيره. هذا المشروع يعطي اضافه كبيره لهذه المنطقه، راح يعرفنا اكثر على تاريخ المنطقه، ولكن راح يعطينا تجربه استثنائيه في وسط صحراء الشارقه. يضم المشروع غرفاً فندقية وخياماً في قلب صحراء البداير، حيث زرعت أشجار النخيل في أرجائها كافة، وحفرت وجهزت قنوات مائية تعلوها جسور وممرات لعبور النزلاء والزوار. طبعا اليوم نحن جالسين في واحة ليس منتجع، واحة بمعنى الكلمة، العمارة العربية الأصيلة، الفن الإماراتي من ناحية التصاميم، حجم المشروع كأنك أنت جالس في واحة فيها مطعم، فيها مقهى، فيها غرف فندقية في المباني، في أيضا ضيافة في الخيم الموزعة على المنطقة، فيها البري اللي خلفنا. تشكل واحة البداير واحة متكاملة في وسط الصحراء الهادئة لتكون أشبه بواحة حقيقية، تأخذ الزائر في تجربة سياحية بيئية متميزة تضاف إلى المشهد الجمالي في إمارة الشارقة. واحة البداير إضافة سياحية بأصالة الماضي وحداثة الحاضر، لتشكل بذلك قرية متكاملة وسط الصحراء الهادئة. لأخبار الدار هويدا الشرقي.